خدمات زينة بس يحتاج بعض تنظيمات زيادة. مشكورين إنه يسوون خدمات خلال العيد، لأن بالعيد المواطنين راح يخرجون مثلا المناطق الترفيهية، مناطق سياحية زين، مناطق دينية من قسم يزورون قبور موتاهم، فيحتاجون دائما الخدمات، منها النقل، من توفير مكانات صحية زينة للمواطنين. والله هذا الشيء من الزينات، يعني الحكومة تطلق هاي الأشياء، ونحن نتمنى يعني دائما تطلق حملات للحجاج للزوار كخدمات كصحة كنقل، هذا الشيء من الزينات يعني من الحكومة. والله جزاهم خير يعني إذا على هذا الجهود اللي سووها، هاي جزاهم الله خير يعني على النشر والحجاج ونقلهم، وهاي هذا شيء من الزينات حقيقة. أولا نوجه لهم دعوة لوزارة النقل، نبارك لهم عيد الأضحى المبارك، ونبارك بجهودهم ونشد على أيديهم باعتبارهم اليوم يقدمون خدمة عظيمة اللي هي تخدم حجاجنا. دور وزارة الصحة مثل هكذا نشاطات أو حملات تطلقها، أولا هي الحفاظ على حجاج بيت الله الحرام من الأمراض الانتقالية والوبائية، كذلك تسهيل الأمور ومرافقة الحجاج. حياكم الله. في الأمن والخدمات خطط حكومية لتأمين عيد الأضحى المبارك وإبعاده لا قدر الله عن كل خرق أو طارئ. قوات أمنية تحرس دور العبادة وتحمي المناطق الترفيهية والسياحية والتجارية أيضا، وجهد خدمي يجول في الطرقات والمناطق لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين. أماكن عامة فتحت أبوابها بالمجان أمام العوائل طيلة أيام العيد السعيد، فستكون الخطط متكاملة وتثمر بالنجاح في نهاية العيد، أما أن الأحداث الطارئة ستتجاوز الإجراءات المتخذة. أهلا بكم. جديد اهلا بكم. محور حديث ملفنا الاول راح يكون مع الخبير الامني الدكتور فاضل ابو الرغيف، حياك الله وكل عام وانت بالف خير. انت بالف خير فرح. الله يسلمك دكتور. ابدا معك عن ابرز ملامح الخطه الامنيه في بغداد لحمايه اجواء العيد المبارك، شلون تقراها حضرتك؟ نعم، بدأت تحيه طيبه لك فرح ولمشاهدي قناتك الكريمه، وكل عام والعراقيون بخير وسلام وطمانينه وامان، ونسال الله ان يكللهم بهذا الامن ويديمه علينا بما يعني يؤمن مستقبلهم ومستقبل أولادهم وأطفالهم. يعني فرح، هذه الخطة لهذا العام قد تختلف عن سابقاتها بكثير من المعطيات، من بينها أنه الخطة ستكون مرنة غير معقدة، وهذه المرونة أكسبتها قدرة تنقل العوائل إلى الأماكن الترفيهية وإلى المتنزهات بطريقة سلسة، بمعنى أنه من فرط شدة الأمن وانسيابية الأمن لا توجد أي قطوعات في يعني في هذا العيد قطعا. أكثر من ذلك يعني هناك وزارة الداخلية والوزارات الساندة لها مثل أمانة بغداد، هناك تعاون وثيق وبين بينهما. أمانة بغداد يعني هذه السنة بكرت بتنظيف وتهيئة كافة المتنزهات، فضلا عن ذلك وفرت طرق نظيفة ومطمئنة. يعني أنا اليوم قبل قليل وأنا مررت خلال مجيئي وجدت يعني
مدينة الكرادة نظيفة جدا وانسيابية فيها حركة عالية، وهذا يدل على التفات يعني أمانة بغداد وأمين بغداد وكل مدراء البلديات والقواطع والمناطق بصورة جلية وحقيقية من أجل تهيئة المناخات المناسبة لهذا العيد. فضلا عن ذلك هناك عناصر الاستخبارات، يعني اليوم أنا كنت في جانب الكرخ رأيت يعني لمست أن هناك انتشارا كبيرا لأجهزة الاستخبارية لمديرية استخبارات الكرخ بطريقة سلسة دون أن تضايق المواطن من أجل السهر على راحته ونشر الطمأنينة. دكتور، ايش تقصد بأنها سلسة؟ يعني شلون مثلا؟ يعني قبل في السابق كانت هناك سيطرات متعددة وكانت هناك معوقات وكانت هناك غلق للطرق العفو، وكانت هناك وضع متاريس ووضع قواطع خرسانية، وكانت هناك غلق وتوقيتات لغلق بعض المتنزهات وإعطاء ساعة توقيت تايمر من هذه الساعة إلى هذه الساعة. فرح هذه السنة لا توجد معوقات، لا توجد قواطع خرسانية، لا توجد سيطرات كثيرة ومعقدة، ولا توجد عمليات غلق لبعض المتنزهات التي كان يتذرع يعني في حقب ماضية كانوا يتذرعون تحت حجج أن هناك صيانة، يعني وقت العيد وتأتي العائلة يقرؤون يعني يتفاجئون بيافطة مكتوب عليها أغلق المتنزه لوجود صيانة فنية. طبعا هي لا توجد صيانة، إنما خوف من التجمهر والتجمعات البشرية. أكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية فرح هو التجمعات البشرية الهائلة، لأنها يعني هذه التجمعات تكون سهلة الاستهداف، صعبة الحماية من يعني يكون قيادتها وسوقها من هذا المكان إلى هذا المكان تكمن هنا الصعوبة، وهنا تكمن الانسيابية التي سألتيني عنها فرح. يعني دور العبادة والمقابر، لأنه بطبيعة الحال المسلمين يذهبون لزيارة المرحومين من أقاربهم، ودور العبادة هل تشكل هذا ربما خطرا حقيقيا لو القوات الأمنية مسيطرة على الوضع الأمني؟ يعني فرح يعني كل عيد له مناسبة، يعني عيد الأضحى واضح وبين أن يعني ذوي المتوفين وذوي المفقودين والشهداء جميعهم يهرعون إلى مدينة النجف الأشرف كما تعلمين. نعم. يعني حتى يعني بجميع المكونات السنية والشيعية على حد سواء يذهبون إلى موتاهم لغرض إما لدفع الأضحية أو لزيارتهم أو لقراءة مراسم زيارة القبور ومن بعد ذلك إلى المراقد. نعم. لذلك أدركت وزارة الداخلية أهمية هذا الموضوع، لذلك هي أرسلت قوات احتياط من بغداد إلى كربلاء وإلى النجف، وكذلك يعني مديرية المرور العامة أرسلت سرايا الدراجات التي من شأنها أن تنظم حركة السير وتدفق وانسيابية مسير العجلات، أكثر من ذلك إلى مسير السابلة والمواطنين، وأعتقد أيضا حتى السيطرات فرح السيطرات المؤدية إلى المحافظات. يعني أنت تذهبين إلى النجف، لو كنا في بغداد سيطرات بابل وسيطرات كربلاء والسيطرات الأخرى هذه ستصادفك، وهذه السيطرة أيضا ملقى يعني على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الأمن، ومسؤولية الحفاظ على الأمن وضعت بين يديهم آلية يعني التنسيق والتوفيق بين عدم إزعاج المواطن وإيقافه لفترات طوال وبين الحفاظ على الأمن من عدم وجود أي خرق. دكتور، بعض المواطنين منزعجين للغاية من السيطرات المرابطة في الشوارع العراقية، يقول لك يا هذه سبب كل الازدحامات. كخبير أمني شلون تقرأ وجود هذه السيطرات المرابطة في العراق؟ سيدة يعني سيد فرح، يعني أولا السيطرات المرابطة يصطلع عليها بالمرابطة غير السيطرات الجوالة، وطبعا هي أوجد يعني ترى هي يعني استحدثوها حديثا بعد حوادث استهداف المطاعم والوكالات، يعني كان لابد من أن تكون هكذا قوة كبيرة صارمة شديدة موجودة في الشارع حتى تشعر. عندنا شركات أجنبية، عندنا دول أوروبية، عندنا دول عالمية، إذا هذه الدول تسمع أن الوكالات الأجنبية والمطاعم الأجنبية تم استهدافها خلاص بعد ماكو شركة تجي تستثمر. يعني الشركة تقول مع نفسها لماذا أذهب وأغامر وأنا يتم استهدافي والأجهزة الأمنية العراقية عاجزة عن حمايتي. لذلك كان من الواجب ومن المستحسن بمكان أن تنتشر هكذا قوة من أجل إثبات أن الأجهزة الأمنية فاعلة وموجودة
وللحقول دون استهداف اي وكاله. لكن دكتور هي هذه كل اعياد احنا نشوفها السيطرات هذه. لا المرابطه ليست بهذه الكثافه فرح. اي صح. يعني بصراحه ليست، يعني انت تشاطرين الراي، الكثافه في هذا العام يختلف لانه تزامنت مع استهداف المطاعم والوكالات الاجنبيه والشركات العامله. لكن يعني المرابطه هي لا توقف المواطن من جهه، هي تحافظ على المواطن. نعم. هي حينما تستشعر من وجود حركه قلقه تبدا بنشر قدرتها وقوتها وسطوتها على الطريق من لاجل الحقول دون استهداف اي وكاله مستقبلا. صارت حوادث منفصله في بعض المناطق ومنها الانفجار الحاصل في طوس خرمات، وهذا اقلق المواطنين واعاد ذاكرتهم قليلا الى الوراء. ممكن ترجع هذه العمليات الارهابيه من جديد الى الواجهه؟ لا، هذا الحادث حتى وان وقع على علاته، شهد احنا كنا نشهد باليوم 20 مفخخه. نعم. و25 انتحاري. واكثر من 7 إلى 10 عبوات بصوره يوميه كنا. طيب. اليوم احنا لاشهر لسنين خلت لم نلحظ وجود عمليات ارهابيه، يعني كنت لاحظين هل لفت انتباهك او انتباه المتلقي وجود عمليات ارهابيه نوعيه؟ التنظيم عجز من ان يضرب تخوم مناطق بغداد او المناطق الامنه والاهله او المحافظات المستقره. نعم. ما عاد التنظيم يمتلك ما يسمى بدوله التمكين. لذلك التنظيم يحاول ان يثبت لاتباعه ومريديه بعمليات وهنه وضعيفه وركيكه بانه لا زال فاعل وموجود من خلال عمليه بائسه وغير منطق. بالمقابل اليوم مديريه الاستخبارات العسكريه نفذت عمليه كبيره في الطارميه ومثلها في وادي زغيتون ووادي الشاي. اليوم جهاز الامن الوطني نفذ عمليه في عمق سوريا استهدفت قياديا كان يعد العده لارسال مفخخات وشاحنات مفخخه الى داخل العراق. اليوم من اجل الاستخباريه لدينا يعني اليوم جهاز المخابرات الوطني العراقي يضرب الارهاب في الخارج ويكبح جماحه ويرجع ويتصدى الى الارهاب في الداخل وايضا يجهض قدرته. هذه كلها يعني جهود غير ملحوظه لانها جهود تعمل على مدار اليوم الساعة على إنهاء تواجد أو إنهاء وجود. نعم. أي عملية إرهابية في بغداد أو المحافظات. طيب دكتور بصراحة العمليات الإرهابية تنشط في الأجواء الاستثنائية مثل العيد أو المناسبات؟ التنظيم هو تنظيم استغلالي وتنظيم انتهازي، يستغل أي ثغرة أمنية وأي فراغ يعني أي منطقة رخوة، وهو يربط دائما عملياته بالوضع السياسي. كلما احتقن الوضع السياسي كلما ارتفع منسوب عملياته، ارتفعت منسوب عملياته، وكلما كانت هناك مناسبات. يعني تلاحظين دائما هو لديه ما تسمى بغزوة رمضان التي ولله الحمد تم إحباطها من قبل. صحيح. جهاز الأمن الوطني خلال رمضان المنقضي. لم نشهد رمضان يعني لم يشهد رمضان إلا بوجود عمليات إرهابية، إلا رمضان الفائت فرح لاحظتي لم توجد هناك عمليات. هذا نتيجة جهود استخبارية يعني جهاز الأمن الوطني. شوفي الخبرة اللي تم نقلها من خلية الصقور اللي كان يتولى عرافة الأخ أبو علي البصري حينما تصدى إلى جهاز الأمن الوطني يعني عامد واستنسخ تجربة خلية الصقور في جهاز الأمن الوطني. لذلك هناك عمل مستديم لغرض ضرب الإرهاب والطرق المستمر على رأسه ومتابعته ومراقبته بشكل دقيق دون أن ينجح ويفلح بتنفيذ عملية واحدة. كخبير أمني متخصص هل تتوقع أن القوات الأمنية جاهزة لأي طارئ لا قدر الله؟ لدينا جهاز مكافحة الإرهاب هو الأول دوليا والرابع عالميا. لدينا الرد السريع هو جاهز لدرء أي يعني اليوم الشرطة الاتحادية والرد السريع وأفواج الطوارئ قد خبرت ومرست حرب المباني المشيدة وحرب العصابات وحرب الكري والفار وحرب المباني. وهذا من أين نابع؟ نابع من التكنيشن، من الخبرة المتراكمة. نعم. من تعاقب الخبرات التي اندكت أو تخللتها الأجهزة الأمنية لغرض تنفيذ أي عملية قد يعني يلجأ لها التنظيم خلال الحقب القادمة. كشو تقرأ يعني كخبير أمني علاقة المواطن بالأجهزة الأمنية؟ اليوم المواطن عنده استعداد للتبليغ عن بعض الحالات المشبوهة لو دائما متردد ويقول لك أنا خاف أتورط القوات الأمنية، فمن الأفضل إلي أنه ما أروح أبلغ عن هذا الاشتباه. خلي أختصر لك إياها بقضية أخرى. أنت سمعتي وقرأتي عن حملة إحنا بظهركم.
اللي سواها الجهاز الأمن الوطني. نعم. حملة استهدفت أكثر من 75 ألف فتاة من فتياتنا. هذه الحملة كانت الفتاة تحجم وتخشى وتخاف وتتردد من أن تفصح عن من يحاول ابتزازها أو يحاول استدراجها. هل تعلمين فرح مئات من الفتيات من بناتنا اللائي غررنا بهن من قبل شباب هم ضباع متربصة وهم ذئاب وحشية ذئاب بشرية؟ هؤلاء كانوا يبتزون بعض الفتيات المراهقات، وحينما قامت هذه الحملة زرعت الثقة وزرعت نزعت الخوف من قلوب الفتيات والتردد، وأصبحنا يقدمنا شكاواهم لتلك الضابطات، ضابطات من جهاز الأمن الوطني. حملنا على أعبائهن أن يعني يقنعن الفتيات بأن كنا لا تخافن ولا تخشين شيء ولا تترددن، نحن نساء ونحن يعني أخواتكن الكبار، الجأنا لن نكشف عن هويتكم ولن نقول فلانة أتت، وسنحافظ على سمعتكن وعلى سمعة أسركن. وحتى التي انجرفت وغرر بها تم يعني ضرب من يحاول أن يبتزها، فتاة بالطبيب وأمها طبيبة في أحد ضواحي بغداد، قام شاب بابتزازها ومحاولة استدراجها. حملة إحنا بظهركم أنقذت هذه الفتاة وعادت الأمور إلى نصابها وألقت القبض على هذا المبتز بكمين محكم. إذن وعي المواطن إلى أي مدى يسهم في تقليل الجريمة؟ المواطن هو الذي هو المسؤول، يعني مسؤولية الأمن مسؤولية تشاركية، يحمل المواطن هو النسب يحمل النسبة الأكبر من هذه التشاركية. لذلك لولا وعي المواطن ولولا إقدام المواطن ولولا تبرع المواطن ولولا سرعة استجابة المواطن، أرقام موجودة الآن المخدرات انحسرت بصورة ملحوظة لوجود أرقام عن المخدرات. نعم. اليوم الابتزاز الإلكتروني في جهاز الأمن الوطني لديه أرقام، وأيضا هذه الأرقام يعني 131 و181 أعتقد، هذه الأرقام مبينة وموجودة ويتم التواصل معها على مدار اليوم والساعة عبر اتصالات تراعى بها السرية والكتمان والحفاظ على هوية المتصل. دور الشرطة المجتمعية في إعادة وتقويم سلوك بعض الشباب بالعيد، يعني بعض الشباب للأسف في العيد شوفه يشرب، يبدي يعربد على المواطنين، يتعدى على الذوق العام في الشارع. اليوم دور الشرطة المجتمعية هل من الممكن التقليل من هذه الحالات السلبية؟ شوف، الشرطة المجتمعية نهضت بأعباء ودور كبير بهذا السلك، وأنا لاحظت أن الشرطة المجتمعية تربطها علاقات مودة وعلاقات ثقة بينها وبين جميع طلبتنا الأعزاء في المدارس، لا بل حتى في المجتمع العراقي. نعم. وهم يجوبون، يعني هناك فرق جوالة من الشرطة المجتمعية تجول كل مناطق بغداد، تجول يعني تقوم بجولات تثقيفية وبحوارات وبزرع الثقة وبزرع الأمان وإعطاء الأمان إلى كثير من أفراد الشباب المجتمع العراقي. أنا أقول أن هناك منسوب التحرش انخفض، منسوب الابتزاز انخفض، منسوب تعاطي المخدرات يعني لا أقول انتهى وتلاشى، لكنه تم تحديده بنسبة ملحوظة، بمعنى أنه كان غرام الكريستال في فترة ما ب6000 دينار، الآن الغرام الواحد يناهز 50 إلى 75 ألف. هذا ماذا يدلل؟ هذا يدلل على أن هناك ضبط لإيقاع تدفق هذه المادة السامة التي تستهدف شبابنا. زين، هي في أيام العيد والمناسبات تنشط ينشطون مروجي المخدرات لتقليل يعني هذه الشباب. مناسبة، هذه مناسبة يعتقدها المروج أنها أفضل المناسبات، لأن البعض يحلو له أن ينتهز من هكذا مناسبات ظروف للتحلل، فيقول هذه مناسبة وفي كل عام مرة، لا بأس أن أتحلل في هذه، لا بأس أن أتعاطى الخمور وأثمل وأسرق وأتعاطى الحبوب المهلوسة، هو يوم واحد بالعمر فدعني أقترفه وعند الله تجتمع الخصوم. طيب، الشرطة المجتمعية ووزارة الداخلية والخطط الأمنية كلها متربصة بهذه الحالات، لأنه هذه الحالات تعتمد على سيكولوجية الفرد العراقي قبل الإجراءات الأمنية، ما أعرف إذا كنت تتفق في هذه النقطة أو لا. شوف، هي طبيعة المجتمع بصورة عامة بغض النظر حتى عن المجتمع العراقي، الإنسان مجبول بفطرته على استجلاب كل ما هو نافع له، لكن نعم. في بعض الأحيان الغريزة تكون حاكمة
على سلوكيته، فيبدا يعني حتى الله يقول ان الله لا يحب الفرحين. اليوم مثلا لاعب كره القدم من يهدف يفرح فيقوم يؤدي حركات بعدين ورا ما يستقر يندم لانه اقترفها. ليش؟ لانه يرتفع عند الادرينالين، لذلك مستوى السلوك يصير عنده مرتبك. البعض ايضا في مثل يعني تم تشخيصها مثل هكذا حاله، لذلك انخفضت منسوب التحرش. يعني كان التحرش هو عباره عن سياق عمل ينتظره بعض الشباب حتى ياتي ويحط رحاله حتى يمارسونها ويقترفونها. الان لا، هناك ردع، هناك تخوف، هناك تردد، هناك مفارز ثابته وجواله مذابه بين افراد المتنزهات. صدقيني فرح، جربي اخذي عائلتك روحي للمتنزه الزوراء. مثل اي متنزه الزوراء السندباد، وشوفي اذا رايتي اي حاله تحرش واحده بين صفوف هذا المتنزه ستجدينها ان لم تكن معدوده فهي يعني معدومه فهي محدوده. اذا هذا بفضل وجهد القوات الامنيه. طبعا ارجع اقول لك درجات الحراره مرتفعه جدا في العراق وعبرت ال50 وعبرت ال40 اليوم البصره احتلت مرتبه الصداره. يعني شوف، فهل هذا راح يخلي المواطن ما يطلع برا؟ راح تقل لو راح يبقى، لان طبيعه المواطن العراقي بالاعياد لازم يطلع. المواطن العراقي بطبعه يحمل الشخصيه، شخصيه التحدي، يعني عنده تشالنج هذا التحدي. نعم. دائما يعني المواطن العراقي الذي يعني عانى ما عانى منذ اكثر من 4 عقود خلت، لا اعتقد انه يخشى من لظى ومن اشعه الشمس. المواطن العراقي لا يؤمن ب، يعتبر مثل هكذا تحذيرات تندرج تحت شبهه الدعايه والاشاعه. لذلك الانواء الجويه حذرت بما لا يقبل الشك من ارتفاع منسوب الاشعه فوق البنفسجيه، هذا يهدد انسجه الجلد والعين ويسبب الجفاف للعين ويسبب يعني تيومر كانسر سكن لجلد الانسان. فلذلك هناك تحذيرات بينه وواضحه من قبل الانواء. فاعتقد انه نصيحه لكل العوائل الكريمه بانها تؤجل خروجها في تحت لظى الشمس اللاهبه في وقت الظهيره الى وقت اخر يكون انسب لها. طيب دكتور، اريد اسمع وجهه نظرك ورسالتك الى القوات الامنيه في هذه الايام المباركه. أنا أتمنى يعني أن يكونون بقدر عالي من الأبوة ومن المواصلة والعطاء والمراحمة بين المواطن، وإلى أن يبنوا جسور المودة بينهم وبين المجتمع، وأن يمنحوا المجتمع العراقي مزيد من الثقة، وأن يكونوا للمجتمع العراقي عونا لا يعني لا ندا، وأن يشعروا المواطن العراقي بأنهم اليد المدافعة عنهم لا اليد المراقبة والمتابعة. وتحية إجلال لجميع الذين ارتدوا البزز العسكرية وفوقها الدروع وفوقها الخوذ وتحملوا أشعة الشمس اللاهبة من أجل حمايتي وحمايتك وحماية عوائلنا. فرح، البعض يشكل يقول لك أكو فجوة بين المواطن وبين القوات الأمنية، يعني نحن كوسائل إعلام لم نلحظ هذه النقطة. والله كخبير أمني هل شفت هذه النقطة بالفعل؟ والله فرح لم ألحظ أي يعني قبل في السابق قبل 2003 أو حتى ما بعد 2003 لفترات قد تمتد لأكثر من عقد من الزمن بعد 2003، كانت هناك فجوة وكان هناك هو بين المواطن وبين الأجهزة الأمنية. الآن لا، أصبح المواطن يتماهى مع أفراد الأجهزة الأمنية بطريقة المواطنة، بطريقة الوطن. وكأنما اليوم هسه أنت من تشوفين شرطي، جندي، ضابط، ثقي، يعني تتعاملين وياه كما تتعاملين مع شقيقك في داخل البيت. صحيح. تطمئنين له، تشعين انه هذا هو الحضن الوفير والدافئ والمأمون والجدار المأمون لك من انه موجود في الشارع. وهناك طبعا تحذيرات من قبل وزارة الداخلية وزارة الدفاع، لا بل هناك عقوبات شديدة لمن يسيء التصرف مع اي مواطن. طيب هل حضرتك لاحظت اي خلل في هذه الخطة؟ ايش قد تنطي هذه الخطة الأمنية حسب قراءتك العسكرية والأمنية لهذه الخطة؟ أعطيها 90% تماما يعني بصراحة. نعم. هل تتوقع نجاحها بدون أي خروقات لا قدر الله؟ أعتقد يعني أعتقد أنها ستمضي بدون يعني بدون أي حادث، لا أعتقد وجود حوادث، لأن وجود قاعدة البيانات والاستخبارات يعني معلومات استباقية، وتعرفين أن الاستخبارات جميع القطاعات عمياء ونظرها الاستخبارات، تبصر الاستخبارات. هذه العمليات اليوم اللي كانت في الطارمية وفي غيرها من المناطق المتفرقة من العراق، هذه أسهمت إلى ردع العصابات الإرهابية لعدم القيام بعمليات إرهابية في هذا التوقيت؟ شوف، التنظيم أخفق في
أن يقوم باستحداث مضافة واحدة له سواء في بغداد أو في أطرافها. هذا دليل على عجزه، لأنه أي عملية إرهابية تستلزم مضافة، والمضافة تستلزم 3 أشخاص، يعني نحتاج 3 تليفونات، يعني نحتاج بيت، يعني نحتاج سيارة، يعني نحتاج 3 مسدسات، يعني نحتاج 3 إقامات، وهذه كلها متعذرة للتنظيم بسبب الأمن المناطقي، بسبب الجهد الاستخباري، بسبب هل جفة الحواضن اللي كانت تحتضن هات الخلايا النائمة في نعم هذه المناطق؟ نعم، ما عادت لها حواضن تأوي لها، وأعتقد أن الحواضن باتت معدومة بعد الآن فرح. طيب شنو رسالتك للمواطن بسؤال أخير دكتور؟ المواطن، أتمنى على المواطن أن لا يتململ من بعض الإجراءات، لأنها من إذا لم تكن من أجله فمن أجل عائلته، وعليه أن يصبر قليلا، وعليه نعم أن لا يتذمر، وعليه أن لا يتضور، وعليه أن يراعي أن هذا الواقف تحت يعني أشعة الشمس اللاهبة يعني مضى عليه ساعات واقف، وأنت الآن خرجت من البيت أو ترجلت من السيارة ذات المكيف، فعليك أن تصبر عليه، وعليك أن تتماهى معه، وعليك أن تجعل نفسك محله. هل تستطيع أن تقف لمدة 10 دقائق تحت هذه الشمس؟ لكنه يقف ساعات طوال من أجل أن يوفر لك أمن المستتب. شكرا جزيلا الخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف، حياك الله وكل عام وأنت بألف خير، نسأل الله لك السلامة إن شاء الله وكل التوفيق. شكرا جزيلا. ملفنا الثاني راح يكون عن الخطط الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وراح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سا. شرعت الأجهزة الأمنية بتطبيق خطة عيد الأضحى المبارك في بغداد من خلال انتشار واسع للقطاعات في جميع المناطق لتأمين الطرق وحماية المواطنين خلال أيام العيد، كذلك تسهيل عملية دخول الوافدين من المحافظات إلى العاصمة وسط ترحيب بالجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار. نسأل الله يوفقهم على هذا الحر الشديد والتعب والدنيا، هذا الجو الحار، حامين المقدسات، المراقد الدينية، الأجواء بالمناطق الترفيهية، نسأل الله التوفيق لهم. خلال أيام العيد تشهد شوارع العاصمة اشتداد ازدحامات مرورية، وتحديدا فترات الذروة، حيث بادرت مديرية المرور تعزيز الجهد المروري وزيادة أعداد منتسبيها لمنع الازدحامات، إضافة إلى نشر مفارز تنظم حركة السير. مناسبة عيد وتتبادل العالم الزيارات، والحمد لله الفضل من الله، قوات المرور موجودة، القوات ولازميها، وتعرف تصير ازدحامات هي مثل ما نقول، بس ما دام بوجود المرور إن شاء الله ماكو كل الازدحامات، ونشكرهم على هاي الوقفة الحلوة اللي واقفيها بالشارع وينظمون السير، وهاي كلها هي مثل ما نقول مناسبة حلوة، وإن شاء الله مع أمة محمد بالخير والبركة إن شاء الله. وتؤكد قيادة عمليات بغداد أن خطتها خلال أيام العيد لا تشمل أي قطوعات، وستعتمد على الجهد الاستخباري في تأمين الأماكن الدينية والترفيهية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا نتابع الآن وإياكم التغريدات على منصة إكس لنتابع.
إذن تابعنا وياكم أبرز الآراء المطروحة على منصة إكس حول إعدام الطاغية صدام حسين. الآن ننتقل بكم إلى الموجز الخبري الذي يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. السوداني يشدد على تقديم الخدمة والرعاية والاهتمام بعوائل الشهداء ومتابعة احتياجاتهم. وزير الصحة يعلن مناقشة قانون التعيين المركزي في مجلس الوزراء واقتراح تعيين الاختصاصات التي تحتاجها الوزارة فقط. مجلس الخدمة يحدد 24 من حزيران موعدا نهائيا لمقابلة حملة شهادة الماجستير خلال ساعات الدوام الرسمي. وزارة النقل تعلن إنجاز استعدادات التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام. الأنواء الجوية تنوه لارتفاع في درجات الحرارة يصل للخمسين درجة مئوية ببعض مناطق البلاد اعتبارا من يوم الغد. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.